الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإسلام دينا يدعو وينشر الخير والطهر والعفاف لتنقية المجتمعات من كل سوء وترقية السلوك البشري إلى أسمى درجات النبل والفضيلة، وشرع لذلك زواجا شرعيا يكون فيه بين الزوج والزوجة مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قام عبد الله بن سبأ اليهودي وهو من يهود اليمن في أواخر عهد الخلافة الراشدة بمحاولة لضرب الإسلام من الداخل وتأسيس الفكر القائم على أن الإمامة أي الحكم في آل البيت والغلو فيهم وسب ولعن الصحابة الكرام، تصدى له ولفكره ولحركته سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد ذلك بقيت لهذا الفكر خلايا متبعثرة في الكوفة وما حولها، فتبناها بقايا أساطين الدولة المجوسية المنهارة، تبنوها لكي يبنوا دينا جديدا مقابلا لدين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسعى أكابر الفكر الدخيل على الإسلام لابتكار منظومة إفساد أخلاقي في المجتمعات تحارب القيم السامية. من شأنهم أن يضربوا على الوتر المدمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما في البلاغة العربية أسلوب حصر تخصص الدقيق، يعني بيدرس الطالب في كلية الطب معظم الفروع ويجي يتخصص في زاوية من الزوايا يتقنها ويجدها. هنا إنما بعثت، يعني الحكمة العالية أعلى درة في سر بعثة النبي واختياره واصطفائه، إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق. فكل ما يهدم أو يدمر أو يصدع أو يخرب هذا الحصن فهو ففي دماره الإسلام، في دمار الإسلام، في دمار الإسلام في الأخلاق. إذا دمرت الأخلاق دمر الإسلام وانتهت الرسالة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وها هم على مر تاريخهم يطورون من هذه المنظومة لتتوافق مع الهدف الذي من أجله ابتكروها. فالمتعة عند الفكر الدخيل هي كالتالي: إجاب وقبول ومهر بتوقيت معين، لا شهود ولا ولي.
فإن كان لا شهود ولا ولي فكيف يثبت الزنا إذن؟ الشرع الإسلامي ابتداء أباحها تخفيفا على العساكر والقوات، وكان حتى هذا الأمر واضحا جليا، يعني ما كان أي واحد يتزوج متعة سريا بل كان علنيا، يعني كأن الذين يحضرون من العسكر أو الجنود أو القوات قاموا مقام ولي الأمر. ومع هذا الإسلام بعد أن أباح ابتداء حرمه، وعلى هذا أجمع علماء المسلمين وأجمع أهل السنة على هذا، وأن زواج المتعة زنا، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال. الحالة القديمة التي كانت أبيحت لظرف ضروري، ثم بعد هذا تم الأمر وانتهى الأمر وحرم هذا الزواج إلى يوم الدين، فليس لأحد أن يقول إنه جائز. أسس علماء مختبر الفكر الدخيل فضائل وأجور منقطعة النظير، صنعوا الفضل العظيم والأجر الكبير لزواج المتعة. نعم، زواج المتعة. عندنا مستحب الإتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة، لأن هذه سنة من سنن النبي. الإمام الباقر سلام الله عليه قال الرواية وبإسناده، هذا السند وبإسناده عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، قال قلت للمتمتع ثواب، اللي يتمتع إليه ثواب؟ قال إن كان، هذا نص الإمام الباقر سلام الله عليه، قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها. شوف الثواب. إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، كل كلمة يتكلم إياها إليه حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها، يعني إذا جامعها، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل، شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. هذا الراوي استغرب، قال قلت بعدد الشعر؟ قال بعدد الشعر، يعني هذا الماء يشقد على كل شعرة في بدن الإنسان. لما يجي كم شعرة في بدن الإنسان؟ 1,000,000 شعرة. الله يغفر لهذا الإنسان ذنوب بقدر الشعر اللي اجى عليه الماء، هذا ثواب المتعة. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولا قال لحقني جبرائيل، جبرائيل لحقه، لحقني جبرائيل عليه السلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النساء. وده من مغريات نشر الفكر الشيعي والعقائد الشيعية، كانت فتح الأبواب والبوابات للفساد والإضمحلال والدمار على مصراعيها بهذه الصورة. وهذا هذه إشارة إلى نكاح المتعة وإلى الإشاعة الفحشة في المسلمين. علماء الفكر الدخيل يريدون من الناس أن يتركوا الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، ويكتفون فقط بالمتعة لما فيها من الأجر والثواب، وهي حسب فقههم المخترع تقرب العبد إلى الله أكثر فأكثر، ويصبح المتمتع والمتمتعة من أولياء الله الصالحين. قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم، الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من 1,000 درهم أنفقت في غير المتعة.
هكذا هم علماء الفكر الدخيل، وهكذا هم خريجوا الفكر الدخيل. فبدل من أن تنفق 1000 درهم في مساعدة الفقراء والمساكين من المسلمين، وبدل من أن تدخل السرور على قلب يتيم أو محتاج مسلم، بدلا من هذا كله يرشدك علماء الفكر الدخيل إلى أفضل منه عند الله. من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة 70 مرة. وللترغيب بالمتعة أكثر، وصل الأمر بمهندس الفكر الدخيل إلى أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع. هاي المتعة حللها الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مارس المتعة. إن شاء الله راح يجينا خلال البحث إن نفس رسول الله تمتع. كما رأينا اهتم علماء الفكر الدخيل بزواج المتعة اهتماما بالغا، وجعلوه في مكانة عالية، وأصبح من أركان دينهم، ومن ينكره يصدر الحكم بكفره وردته. فقد افترى رواة الفكر الدخيل على إمام أهل البيت في زمانه الإمام جعفر الصادق عالم أهل السنة رحمه الله أنه قال: المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. اهتم علماء الشيعة بأمور الجنس بشكل واضح بين، تراه في معظم المسائل والكتب التي صنفوها، حتى إنك لا تمر على كتاب من كتب الفقه، بل حتى كتب العقيدة، الكتب الأربعة الأصول، الكافي، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، تهذيب الأحكام، ومن ورائها الكتب الأربعة الأخرى، بحار الأنوار والوافي والوسائل للحر العاملي ومستدرك الوسائل، هذه الكتب مشحونة بآلاف الروايات التي تتحدث عن الجنس وما يتعلق به، وكأنه ليس في الإسلام حديث إلا عن هذا الموضوع. في شهر فبراير من سنة 1979 جاء بالخميني من فرنسا ليقيم ما أسماها ثورته الإسلامية، والتي جاءت ومعها أجندة كثيرة لزيادة ترسيخ وتثبيت وتقوية الفكر الدخيل في المجتمع الإيراني، وكان من ضمن هذه الأجندة زواج المتعة. ففتحت بيوت العفة لإيواء 300,000 امرأة يمارسن زواج المتعة. وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 8 أغسطس عام 2002 الوثيقة الخاصة ببيوت العفة، والتي تتضمن تسهيلات معينة: إجراء الزواج بصورة شرعية للمدة التي يتفق عليها الزوجان من ساعة واحدة إلى 99 سنة، منح الزوجين ترخيصا رسميا لحجز الغرف في الفنادق إذا ما كان الجمع بينهما في بيت إحداهما غير ممكن. تشرف على هذه البيوت هيئات تتألف كل واحدة منها من أحد أئمة المساجد وممثل حاكم المدينة وقائد قوات الأمن وأحد التجار وأحد الأطباء. وبالنسبة لأجر الزبون أو الزوجة، فإنه يتراوح بين 30,000 تومان ومليون تومان بحسب توافق الزوجين. وتضيف الصحيفة: مساعد محافظ قم مدينة الحوزة ورجال الدين اعترف أخيرا في اجتماع لكبار مسؤولي المحافظة بأن عدد بائعات الهوى في هذه المدينة المقدسة يتجاوز 20,000. واقع المتعة بعيون من شاهدها وعينها
يفضح المخفي ويكشفه بجلاء واضح. فهذه هي الصحفية شهلة حائري، الصحفية الشيعية الإيرانية، حفيدة العالم الشيعي آية الله الحائري، تكتب كتابا كاملا عبارة عن توثيق صحفي لكل ما رأته وشاهدته لممارسة المتعة في إيران الإسلامية. وتضاعفت الجهود الحكومية لتشجيع الزواج المؤقت، خصوصا بعدما قتل مئات الألوف من الرجال في حرب العراق وإيران. ويقوم النظام الإسلامي حاليا بحملة مكثفة لإحياء مؤسسة الزواج المؤقت ولإعادة تقديمها إلى المجتمع بصفتها القانون الإسلامي اللامع والجواب الإسلامي الملائم على حاجة الإنسان أي الرجل إلى أكثر من شريك جنسي واحد. وتكشف حائري عن تقنين رجال الدين الشيعة لزواج المتعة وتطويره إلى مستوى من الانحطاط ينافس بل يتغلب على ما هو موجود في دول الغرب. المتعة الجماعية مفهوم مبتكر حديثا بامتياز، ويقوم على المزاوجة بين مفهومي المتعة الجنسية والمتعة غير الجنسية. أحد رجال الدين في مدينة قم أوضح لي بواسطة رسم بياني مفهوم هذا النوع من الزواج المؤقت، وقال إن بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال بطريقة متسلسلة وأحيانا خلال مهلة لا تتجاوز بضع ساعات. وتلتقي شهلة حائري مع أحد رجال الدين الشيعة المعممين ليحكي لها مغامراته الدينية مع النساء المؤمنات. يعتقد الملا هاشم أن النساء يبادرن غالبا إلى عرض عقد زواج متعة مع الرجل، ووصف لي بالتفصيل الأساليب التي تستعملها النساء لإبلاغه برغباتهن. يقول إن المرأة قد تحدق به مباشرة أو تطلب منه أن يقرأ لها بعض آيات القرآن الكريم أو أن يصلي لها باستخارة قرآنية، وإذا لم تفلح هذه الأساليب تلجأ بعض النسوة إلى الأسلوب المباشر فتقترب منه المرأة فتقول له عبارة متعارف عليها. وعلى حد تعبير الملا هاشم هذا الذي سيبقى سرا بيننا. يقول تقوم نساء كثيرات بهذا العمل أي المتعة طلبا لثوابه الديني. وما كشفته شهلة حائري أثبتته الفضيحة الكبرى للحوزات العلمية في قم. الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية في كتابه تحرير الوسيلة أباح والعياذ بالله تفخيذ الرضيعة أي الطفلة التي عمرها يوم ويومين وثلاثة، فإلى أن تفطم فهي في دائرة الاستباحة حسب فتوى كبير إيران. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. تفخيذ الرضيعة كلام لا يقوله عاقل ولا يقوله حتى الحيوان. دي وحشية، قسوة وحشية لم نسمع عنها في أي دين وفي أي ملة. يعني شيء ينفر من عنده شعرة من آدمية وإحساس. هذه أمور ما سمعنا عنها في طفولتنا أبدا ولم نسمع عنها طوال حياتنا إلا من كتبهم ومن مراجعهم. تصور أن هذا الذي قال هذا الكلام لم يقله فقط بل طبقه بنفسه، ومعلوم أنك لو قرأت كتاب لله ثم للتاريخ ترى أن الشيخ حسين المساوي رحمه الله قال كان بنفسه مع الإمام الخميني وذهب إلى قرية كذا ووصف الحال، وهو أنه طلب بنفسه من هذا الذي ذهب إليه أن يعطيه ابنته الصغيرة، وفعلا كان معها والبنت كانت تصرخ ولا أحد يتكلم، بل جعلوا هذا من البركة وجعلوا هذا من الأمور العظيمة والتي لا بد أن تقبل ولا بد
أن يثاب أهل البيت على ذلك. وتصوروا أن الأب هو بنفسه الذي أعطى البنت مباركة وسعادة وسرور وقال تفضل. يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة بتصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبين من برا مثلا جيب باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت يطلع شوية شعرها لو شوي رقبتها لو شيء من يدها لو شيء من ساقها. فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وتأخذ يعني حرية بالحركة فتبقى تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيش، تصير أم زوجته. إذا الأم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام هو تمام. فبالتالي انحلت القضية. فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية، وانحلت لنا بذلك المشكلة. وأعلى مرجعية معاصرة أبي القاسم الخوئي فقد أفتى بجواز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة على سبيل المزاح، عفوا اشترط عدم إثارة الشهوة. لا يمكن لإنسان عنده مروءة أو عقل أن يرضى لنفسه أو لمحارمه أن يأتي رجل آخر فيمس عورته، أو امرأة تأتي لتمس عورة أخرى. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، يحرم أن ينظر فقط الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فكيف بالمس أو أكثر من ذلك؟ هذا من أعظم الذنوب عند الله علام الغيوب. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرشد الأعلى لثورة الإيرانية الحالي وثاني أكبر مرجعية شيعية في العالم علي خامنئي يبيح تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي. هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟
الجواب: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة. ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. هذه الفتوى تدعو إلى الانحلال، وتدعو إلى التفكك، وتدعو إلى ضياع الأنساب، وتدعو إلى لا مجتمع، لا فرد، لا أمة، لا شعب، لا هداية، لا طريق، إنما يكون المجتمع مجتمعا حيوانيا أسخم من مجتمع القرود، مجتمع فيه ما فيه من الانحلال والفوضى التي لا توصف بأي شيء، إنما هي فوضى وإنما هي عبثية. وها هو قائد الثورة الإيرانية الخميني يفتي بفتوة شاذة مرة أخرى، لكن هذه المرة كان عنوانها تغيير الجنس، وذلك في كتابه تحرير الوسيلة، فيصبح الرجل امرأة والمرأة رجل في عملية شرعية قانونية حسب الدستور الإيراني. وهذه جولة مع بعض فتاوى المرجع الشيعي الكبير محمد صادق الروحاني، أحد أكبر 4 مراجع شيعة في العالم. السؤال: مرة ذهبت إلى نادي ليلي حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100 دولار، دفعت لها وقالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود، لكن مدة يوم واحد فقط، فهل أعتبر ذلك زواج متعة؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه. إذا كان ما قالت بقصد إنشاء الزواج، وأنت قلت بعد ذلك قبلت لنفسي هكذا، يكون ذلك زواج متعة. وسائل يسأل: هل يجوز زواج المتعة عبر الإنترنت أو الهاتف إذا كان ذلك حدودا للعلاقة، وذلك للكلام مع الطرف الآخر بحرية، ولا يعني ذلك أن مواضيع المناقشة تخص الجنس فقط؟ باسمه جلت أسماؤه. زواج المتعة بمعنى إنشاء الزوجية بما لها من القيود عبر الإنترنت أو الهاتف يجوز. وثالث يسأل: هل يجوز قراءة صور من القرآن كهيئة مهر في زواج المتعة كالفاتحة أو قل هو الله أحد؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، يجوز. ذكرت مجلة الشراع في عددها رقم 684 للسنة 4 أن رئيس دولة إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني أشار إلى وجود 250,000 طفل لقيط في إيران بسبب زواج المتعة. وفي 16 من شهر أغسطس لسنة 2009 أصدرت المنظمة العراقية للمتابعة والرصد تقريرا موسعا لها، قالت فيه إن 87% ممن أصيبوا بالإيدز في العراق هم من مارسوا زواج المتعة. وفجر الشيخ الشيعي صادق الجمري قنبلة من العيار الثقيل
حينما كشف لجريدة الأيام البحرينية بتاريخ 22/12/2008 كشف عن قصص مؤلمة لواقع المتعة وكيف عانت كثير من الفتيات اللاتي خدعن بالنصوص الصفوية المقدسة المحفزة على المتعة وكانت النتائج كارثية لهن. ويسرد لنا قصة إحدى القاصرات في المرحلة الإعدادية التي خدعت تحت مسمى زواج المتعة من أحد الشباب، حيث تلفظ معها بلفظ زواج المتعة: متعتك وأنكحتك نفسي على مهر وقدره. ويرد عليها الرجل: بقبلت الأمر، ومن ثم تحل له. ويواصل: وقد حملت منه، وبعد أن أخبرته تخلى عنها، مما جعلها تطرح جنينها في إحدى حمامات المدرسة بعد أن فضح أمرها أمام الجميع. ويسرد لنا قصة إحدى الفتيات القاصرات التي خدعن تحت مسمى زواج المتعة، فقد تمتع بها أحدهم، بل وجلب معه عددا من رفاقه للتمتع بها، مما جعلها في حالة هستيرية ونفسية جعلتها تحرق نفسها خشية الفضيحة، لكن سرعان ما أنقذت. لكن بعد أن فقدت قواها العقلية ولا تزال ترقد في الطب النفسي إلى الآن تتعالج من آثار هذا الزواج. يعني أنا عندي قصاصة من الأهرام تقول إن أعلى نسبة من الانتحار بين النساء في الكرة الأرضية كلها في إيران، فدي يعني كوارث ببركة وبفضل نكاح المتعة، فهذه كوارث ومصائب. الولد النهاردة اتجوز بنت جواز متعة، قعدوا أسبوعين مع بعض، أسبوع، ساعة، ساعتين، 10 أيام، شهر، شهرين، طب وفي الآخر سابوا بعض. البنت طلعت مش بنت، طلعت مدام، والولد طلع بأزمة نفسية أنه هو مش قادر يكمل في هذا الجواز. البنت هتلجأ لإيه؟ هتلجأ للانتحار، يا إما هتلجأ لأسلوب آخر بقى في جواز متعة مع طرف آخر، يبقى لها مسميات أخرى ما نقولش عليها جواز. يبقى إذن هي لها مسميات، بس أنا عشان يبقى علاقتي بربنا حاسس إن أنا ما أغضبتش ربنا بديها لفظ زواج المتعة، لكن النتائج بتاعتها نتائج نفسية زي ما قلنا، أمراض زي ما قلنا، مشاكل اجتماعية، انتحار زي ما قلنا، مشاكل المخدرات، هذه هي النتائج لزواج المتعة. إن هذه اللوحة المرسومة أمامنا رسمت بأنامل تريد من الناس السير على نهج يعاكس ويغاير نهج مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مدرسة الآل والأصحاب، مدرسة أبي بكر وعلي وعمر والحسين وعثمان والحسن وعائشة والزهراء. أخرجت هذه المدرسة للبشرية مناهج حضارية تصنع أجيالا جبارة وشعوبا ترتقي للمجد بجدارة. العالم السني منذ تاريخ الصحابة العظماء، الجيل الأول، جيل النصر، جيل الفوز، إلى هذه اللحظة إنما يعرف العالم بخلقه، وإنما يعرف العالم باستقامته، كما قال مولانا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخاف من الله حق الخوف، وقد رأينا هذا في علماء السنة منذ فجر التاريخ، كانوا أطيب هذه الأمة قلوبا، وكانوا أطهر هذه الأمة نفوسا، وكانوا أزكى هذه الأمة نفوسا، وكانوا أعظم هذه الأمة انشراحا. ولقد كانوا مع قيامهم الليل وصيامهم النهار ومواظبتهم على العبادة والطاعة كانوا يحضرون المعارك، فتاريخ العلماء حافل بفرسان المعارك من علماء السنة، دخلوا المعارك منذ غزوة بدر الكبرى وإلى هذه اللحظة حتى آخر حرب لنا مع اليهود. هؤلاء الأدعياء ممن يسمون أنفسهم علماء الشيعة لا يستحقون أن يوضعوا موضع مقارنة مع هؤلاء أهل الفضل علماء أهل السنة. فالناظر في واقع علماء أهل السنة واجتهاداتهم وجهدهم المبذول
نحو أنفسهم بالتعبد لله سبحانه وتعالى، ونحو أمتهم بإرشاد الناس إلى الله، إرشادهم إلى الخير، إلى الحق، إلى الصواب، ونحو قضاياهم وقضايا الخلق. بعد الكشف المثير الفضائل وأجور المتعة عند رؤوس الفكر الدخيل، هل يقبل رجال الدين المعممون بالمتعة لبناتهم؟ هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب توه جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب يكون نفسك، واضح؟ واحد مسافر غريب اجي انت تنطيه بنتك تتزوج ها ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتها، ترضى؟ ويكون نفس الجواب. طبعا اكو مسألة، الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستذكرها يا أخي؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابا وينقل إن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع، لماذا لا يقبل المتعة على بنته ويقبلها على بنات الناس؟ ألا يريد المغفرة والثواب العظيم لها؟ أم أن المتعة عار كما صرح علامة الشيعة الطوسي؟ إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها، لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. يا المعتم سثارك ملينا انتظارك، يا المعتم سثارك ملينا انتظارك، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعك.